أنا عن جد كثير خايفة على إسراء، صار لها ساعات وهي بصالون الحلاقة ولسه ما رجعت. خلص ما تخافي ماما، ممكن هي بس لسه عاد بتختار الشعر اللي رح تعمل. أو شو رأيك نروح هلأ لصالون الحلاقة نشوف؟ هو قريب مو؟ خلينا نروح نشوف. تمام، بس أبوك ما بده أعتقد. لا لا، هو لو بدك نروح تمام، أنا يعني بس مش خايف لهذيك الدرجة، لأنه ما بعرف يعني شو ممكن يكون صار معاها، ممكن بس تأخرت أو إشي. خليني ننتظر شوي أكتر من هيك. أيوة بتفق تمام. أوكي اللي بدك، يلا جلسيني خلينا نتفرج شوي على التلفزيون. لا لا، حضل شوي أشوف بالشباك عشان لو رجعت على البيت أشوفها. أوكي ماما. خلص أمير، ما تبكي، كل شي رح يكون منيح. على فكرة لازم تتصل على أهلك بسرعة، اتصل على أمك وأبوك خبرهم بإيش صار. يا الله كيف قدرت أنسى أهلي؟ ممكن تعطيني سيارتك أروح أجيبهم أرجوك؟ أكيد يا أمير، روح خذها. شكرا. خلص أنا بدي أروح أشوف ابنتي شو صار معاها، لأنه كثير تأخرت. قالت رح تروح على صالون الحلاقة بس هلأ كثير تأخرت. أنا خلص، حتى لو طردوني أهلي من المنزل لازم أروح أخبرهم عن إيش صار لإسراء. يا الله إن شاء الله أمي ما تخاف كثير. أخيرا قربت أوصل، هني وصلت. ماما بابا، ممكن أدخل؟ أمير ابني، ليه عاد عم تبكي؟ أمير مو قلت لك إنك مطرود؟ مطرود؟ من إيش مطرود؟ ومتى؟ وكيف؟ ووين كنت؟ اسمعوا، مش كلام هذا الحكي هلأ، كلكم تعالوا معي على السيارة بخصوص إسراء. طمني شو صاير معاها؟ ما تخافوا ما ولا إشي، هلأ هي إن شاء الله رح يكون كل شي تمام. أحكي بسرعة، شو مالها إسراء؟ عملت حادث سير، ضربتها سيارة، بس ما تخافوا ما تخافوا. إيش؟ حادث سير؟ ماما لا، يا الله وينها هلا إسراء؟ أخذتها على المستشفى. إيش؟ ما تخافوا هلا خلينا نصحي ماما. يا الله وينو المي؟ بابا تعال ساعدني. أوكي خلص هي صحت. ماما أنتي بخير؟ أيوة أيوة، بس ممكن تاخدوني أروح أشوف بنتي؟ تمام ماما، تعالوا كلكم رح أخذكم على المستشفى. نور يا أختي ما تخافي، ما صاير ولا إشي، أوكي كل شي منيح. يلا خلينا نروح، حاخدكم سيارة صديقي يحيى جبتها، ما تخاف. يلا. على فكرة هي هلأ إسراء بقاعة العمليات. إيش؟ قاعة العمليات؟ يا ماما ما تخافي، قربوا يخلصوا العملية، إن شاء الله رح يكون كل شي منيح. آسفين عشان طردناك يا ابني. مو وقته هلأ يا ماما، خلص اطلعوا، خي افتح لك الباب. يلا خدنا نشوفها. يلا يلا. يحيى هني رجعت. أهلين. أهلين يا ابني يا يحيى، أنت بتعرف كمان شو صار؟ هل كنتوا ثلاثة تكون مع بعض لما صار الحادث؟ بليز خبرونا شو صار. طيب اهدئي يا أمي. أول شي هو اللي صار هو إنه إجت عندي إسراء لما طلعت عشان تروح على صالون الحلاقة اللي قلتلكن، إجت عندي لأنه رحت أنا على المنزل القديم تبعنا، لأنه أنتوا طردتوني من المنزل بس عشان تأخرت، بس يلا عادي أعتقد استاهل. آسف على الفكرة، كان بدي أجي أعتذر والله. المهم إجت عندي المنزل بعدين قالت لي عشان وصلها على صالون الحلاقة، ولما وصلتها قالت لي خلص نزلني هون عشان يعني ما يشوفونا ماما وبابا، لأنه أنا مطرود يعني فممنوع يعني أكون معاه وإشي زي هيك، هيك اعتقدت فحطيتها هنيك. بعدين كانت رايحة بتقطع الشارع بعدين ضربتها السيارة. والله آسف، أعرف إنه خطأي، آسف، بس ما تخافوا بالنسبة للعملية أنا تكلفت بكل إشي. أنا مسامحك يا ابني، إحنا كمان آسفين عشان طردناك من المنزل. أيوة آسفين يا ابني. هلا وينها إسراء؟ فكرة شو علاقة يحيى بالموضوع؟ يحيى كان معي كمان، ساعدني كتير. أيوة هو أمير مبارح إجا عندي على المنزل لما طردتوه، إجا عندي على البيت وأنا ساعدته كتير. شكرا كتير ابني، ممكن هلأ أشوف إسراء؟ هني هلأ بنص العملية، ما أعتقد إنه رح يخلوكم تدخلوا. دقيقة روح أشوف. دكتور ممكن أدخل؟ لا إحنا وسط العملية، ضايل تقريبا نص ساعة ورح نخلص. لا أعتقد أكثر من هيك. طيب تعبت أنا يا ممرضة، هذه عملية.
مستحيل تصيري دكتورة لو كنتي بتتعبي هيك. خلص وقفوا حكي وكملوا. ما بنقدر هلا نزورها، ضايل تقريبا نص ساعة رح يخلصوا العملية، هذا اللي قال الدكتور. ما تخافوا كل شي رح يكون منيح، تعالوا تجلسوا هون. ما تخافي ما تخافي يا نورة. تمام ماما، خلي تدخلي على هديك الغرفة عشان ترتاحي. تعالي. كيف رح يرتاحوا ابنتي هلا بغرفة العمليات؟ ما رح يصير معاها اشي، رح تطلع بخير ان شاء الله. خلص تعالي هون ارتاحي شوي، اجيب لك ممرضة؟ لا لا بس خليني. اوكي خلص رح اضل انا هون. اوكي لو صار اي اشي رح اجي. تمام. هو انت صديق امير؟ انتو كيف اصحاب؟ انا وياه ندرس بنفس القسم. اها لا قصدي كنا بندرس بنفس القسم السنة الماضية، بس انا فشلت فعشان هيك هلا صرت عم بدرس مع اخته الصغيرة اسراء. لو فشلت اكثر فيك تصير تدرس معي؟ لا مو لهديك الدرجة، انا بس يعني رسبت بقسم، رسبت بالفصل نسيت كم بس مو رسبت، فعشان هيك خلص اخته الصغيرة بسنة صرت بتدرس معي بنفس القسم. اوكي وانتو اصدقاء؟ انا واسراء؟ لا صراحة عمرنا ما حكينا مع بعض اصلا الا لما عرفني عليها امير وعملنا مصيبة لعتتنا وانطردنا من المدرسة، بس هن رجعوهم وانا ما رجعوني. عادي انا اصلا انسان فاشل بالمدرسة. هلا اسراء متى رح تخلص هاي العملية وترجع على البيت؟ ما ندري بس قربوا قربوا، ما تخافي كل شي رح يكون منيح رح ترجع على البيت ان شاء الله. واو انتو صرتوا اصدقاء؟ ايوة اختك طلعت اذكى منك. بعرف عن جد انها ذكية، صح نورا؟ صح انا اذكى منكم كلكم. اتواضعي شوية بنت. انا متواضعة، قلت بس الحقيقة، انا اذكى منكم كلكم، هذه بس حقيقة ما عم جامل حالي وإشي زي هيك. اوكي اوكي خلص. بابا محتاج اشي؟ لا بس اجلس شوي شوي، اجلس جنبك. تمام. بابا اسف عشان تاخرت هداك اليوم عن البيت على فكرة. عادي ابني اكيد بسامحك، انت كمان اسف عشان طردتك من البيت. فيك ترجع. تمام. خلصنا العملية، خلصوا العملية، تعال نشوف. خلصتوا العملية؟ أيوة أنا رح أروح أرتاح، هلا الطبيبة رح تجي تخبركم. استنى طمنا أنت أول شي. لا الله. دكتورة ممكن تجي؟ دقيقة بس خلي بس نغير لها ملابسها. أيوة تمام هلا بقلكن. يلا أعطينا أخبار حلوة بليز. هي السيدة المريضة هلا كثير 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 بخير الحمد لله. لازم بس تضلهم بالمستشفى لمدة 3 أيام وترتاحوا، وبعدين خلاص بتقدروا تاخدوها على البيت ورح تكون كل شي تمام. بهذه العملية الحلقة سوينا خلاص، اصلحنا كل شي وعالجناها 100%، لازم بس ترتاح بالمستشفى. الحمد لله الحمد لله يا رب، شكرني كثير دكتورة. على الرحب. اروح اخبر باقي افراد العائلة؟ ايوة ارجوك روح اخبريهم، خبري ماما كمان موجودة بالغرفة تبع الراحة. تمام مع السلامة. الحمد لله الحمد لله، شفت قلت لك انه كل شيء حيكون تمام. خلينا نروح نزورها بسرعة. بابا تدخل معنا نزور اختي؟ اكيد. خلينا نجيب ماما كمان. ماما تعالي. نورا انت لساتك طفلة ما بتقدر تشوفي هالمنظر تمام، هي هلا لساتها كثير مريضة. تمام عادي المهم انها بخير. يلا رح نشوفها جايز. ممرضة ممكن تعطينا دقيقة معاها؟ مين انتو؟ احنا عائلتها، اعطينا دقيقة معاها ارجوك. كيف رح اعرف انتو انتو اهلها؟ اورجيك؟ لا شكرا خلص هني رايحة. اخيرا قال شو قال كيف رح اسراء ولساتها نايمة بنتي. الحمد لله. استنوا مو المفروض هلا ياخدوها على قاعة الانعاش عشان خلصوا من العملية، لازم ترتاح. ما بيهم ما بيهم هلا يا امير. اوكي بعدين خبر الدكتور. شوفوا الامير النائمة. يا جماعة هلا مرت 3 ايام، اهلي رجعوني على البيت على فكرة، ما صرت مطرود انيمور. المهم هلا قلت لهم عشان اجي انا وصديقي يحيى عشان نجيب اسراء من المستشفى ونجيبها يعني للبيت،
انه خلص كملت 3 ايام تبع استراحة، تبع مو استراحة بس يعني عشان ترتاح بالمستشفى. هاي 3 ايام كلها كنا منزورها وكل اشي، بس هلأ خلص اجا الوقت عشان نجيبها البيت اخيرا. ترى انت ما بتعيش معانا عشان تقول اخيرا. بس بمزح. المهم خلينا نروح نجيبها. دكتورة اختي موجودة في هديك الغرفة كالعادة؟ اجل تمام شكرا، يلا نروح. Let's go. مو هاي الغرفة، مو هاي الغرفة، هاي الغرفة. خلينا ندخل. إسراء يا الله أخيرا أجيت، عن جد طفشت وهذا الممرضة كثير مملة. أنا؟ أيوة أنتي. خلص خلص أجينا عشان ناخدك معنا على البيت صح؟ أوكي ترى ماني طفلة صغيرة. أوكي يلا أنت. مع السلامة يا دكتورة يا مملة. هي احترمي الممرضة. خلينا نطلع. أخيرا والله طفشت بهذا المستشفى. لو ما كان هذا المستشفى، لو ما كنتي هلأ موقفة هون. ماني موقفة هلأ، خليني وقف. لا يلا اركبوا يلا. لا أنا اللي بدي أجلس هون. يا بنت خلص اركبي بأي مكان. نو بدي هذا. لا اركبي بأي مكان يلا بسرعة. يا الله شوف صار فكر البيجامة اللي أنا لابساها، هي هن عطوني إياها، قالوا لي عشان أختار ما بين كل هديك الألوان أنا اختارت هذا الرمادي. كيوت صح؟ عندهم بس وردي واحد بس صراحة ما حبته كتير، أصلا طفشت منه، لبسته مدة يوم كامل تتذكر اليوم الأول. المهم والعملية كانت كتير طويلة والله، يعني كنت عم حس بكل هذاك الوقت بس ما حسيت بولا إشي، فهمت يعني كيف؟ يعني كأني نايمة يعني. وأنتو أنت نايم يعني بتشعر بالوقت صح؟ ممكن تسكتي شوي؟ لا خلص هنا وصلنا. شكرا يحيى عشان عطيتني سيارتك كل هالأيام، عن جد عمري ما رح انسى خيرك، أفضل صديق والله. عادي انت أخي والله. ثانكس. إيش فيكي انت؟ عنقي لسه بيوجعني من العملية. يلا عادي. المهم مع السلامة يحيى. خليني أدخل على بيتك أسلم على عائلتك بليز. تمام تمام ليتس جو. يا الله ترى أنا ماني لابسة حذاء، ممكن بسرعة ندخل على البيت؟ عشان هيك let me carry you. No هذا الحل الوحيد، يلا ندخل. ماما بابا هنا اجينا اخيرا. الله شو تقيلة ترى. او ماي جاد ماما هاي كثير اشتقت لكم. نورا بابا على سلامتك يا بنتي. نورا ما اشتقتي لي بالبيت؟ لا المهم أسفة عشان يعني رحت عند أمير بدون إذنكم وكل إشي اللي صار. المهم أسفة أسفة ما رح أعيدها مرة ثانية. تمام أهم شي ما تعيديها. كمان هل رجعتوا أمير على البيت؟ أيوة ترى رجعوني من زمان. أوكي بسبب الحادث؟ تقريبا يا بنتي بس ما بيهم، المهم إنك رجعتي لنا بصحة وسلام. صح عن جد كثير اشتقت لكم، أخيرا رجعت على البيت. هداك المستشفى فيه أكل كثير سيء، أكلك عن جد بيضل أفضل أكل يا ماما صح يحيى؟ أيوة أيوة. الحمد لله على سلامتك. شكرا ماما. ممكن أسوي معك أكل؟ عن جد أكثر شي اشتقت له. فكرة هل شفتي يحيى كمان دخل معنا على البيت؟ هل مستحيل عشان تحكي؟ شفته يحيى كمان صديق أمير، لازم نشكره عشان هو كمان كثير 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 ساعدنا بهذا المواقف كلها اللي صارت معانا. إن شاء الله هاي المشاكل عمر ما ترجع تصير. عادي خالته والله. تعال تاكل معانا اليوم، رح نسوي غدا كثير حلو، شو رأيك؟ لا لا شكرا ما بدي أعذبك معي. خلص قول تمام قول تمام. ما تخجل، أهم شي الأكل، أكل حلو. أوكي تمام يلا روحوا جهزوا حالكم، انا رح ابلش اسوي لكم اكل اخيرا. انت كمان بتحبي الاكل زيي. المهم انا رح اروح اغير ملابسي. اخيرا رجعت على البيت، كثير اشتقت له حتى لو بس 3 ايام او 4 ايام، بس والله اشتقت لغرفتي كثير. اشتقت انام على هذا السرير اللاعم الرائع. يحيى تعال ورجيك غرفتي. اوكي شوف غرفتي كمان غرفة أغنياء صح؟ مو بس أنت الغني. أخيراً رجع استقرار العائلة. هيني خلصت. أخيراً العائلة كلها مجتمعة.